اللاعب البرلماني المخرج الاستاذ خالد يوسف، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلينا نعرف، هل البرلمان اخر من يعلم؟ يعني هناك انتم كنواب متفاجئون من تعويم سعر الجنيه وارتفاع سعر الوقود، هل البرلمان هو اخر من يعلم في هذا الوضع ولا ايه؟ بكل تاكيد يا فندم. انا بس حابب الاول احيي ضيفك الكريم. اهلا وسهلا. ان انا مش قدامي تلفزيون فانا مش عارف، انا سمعت صوت فقط. استاذ يعني عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق. اهلا يا استاذ عماد، ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا فندم؟ الله يخليك. استاذ عماد حسين، انا عايز ارد حضرتك، احنا لما رفضنا هذه القرارات ولما دعينا الجلسه طارئه ده كان بناء على اعمال الدستور في ان هذا المجلس منوط بوضع السياسات العامه للدوله ووضع الخطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. ده الاستحقاق الدستوري يعني، او التكليف الدستوري اللي لا يقتصر على الرقابه والتشريع فقط هذا البرلمان، ولكن يمتد الى رسم السياسات والموافقه على خطه التنميه او المشاركه او وضع خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. نعم. اما وان الحكومه لا تلتفت للبرلمان اصلا ولا تعرض عليه شيء، لم تعرض علينا زياده اسعار الوقود، لم تعرض علينا اجراءات الاقتصاديه القاسيه بتاعه تعويم الجنيه، كل الحاجات دي لم تعرض على البرلمان حتى من حيث الحوار المجتمعي اللي حضرتك بتطالب فيه. ان لما تيجي تعمل حوار تجيب نواب الشعب تعمل معاهم حوار، كل واحد بينزل دايرته بيلتقي بالجماهير، بيلتقي بالشعب المصري، وبالتالي هو ممثل عنهم يستطيع ان هو يعبر عنهم. نعم. ولو قدرنا نعمل حوار مجتمعي داخل البرلمان هنصل لافضل النتائج. ثم في بس ملحوظه واحده، احنا عمرنا ما اعترضنا دون ان نقدم البديل يا استاذ زمان على الاطلاق. احنا لما رفضنا برنامج الحكومه احنا قدمنا برنامج بديل موجود في المضابط. لما الموازنه العامه للدوله رفضناها احنا رفضناها وقدمنا موازنه بديله او مشروع موازنه بديله يتم مناقشته ولم يناقشه احد. احنا عندنا تصورات حتى لما بنقول ان البلد في ازمه اقتصاديه او الدوله، احنا مدركين وعارفين ان الدوله في ازمه، ولكن احنا قلنا فاتوره الاصلاح الاقتصادي لا يتحملها الفقراء ولا تستطيع ان تتحملها طبقه حتى الوسطى، ولابد ان يتحملها الاغنياء اللي قادرين. انا عارف ان هيوجعهم برضو هذه الفاتوره، لكن مش هتموتهم، ان الفقراء بيموتوا. طيب عندكم تصور بديل استاذ خالد؟ يا فندم اديكي حاجه بسيطه خالص عشان بس المشاهد الكريم، ما بنقولش كلام زي ما بيقولوا طق حنك. لما اتكلمنا في الضرائب العقاريه وقلنا الفلل والقصور هي اكثر من 10 مليون جنيه، افرض عن ضريبه سنويه 100,000 جنيه ولا 50,000 جنيه، ده هيوفر لك 100 مليار في السنه. احنا عندنا على الاقل مليون وحده سكنيه اكثر من 10 مليون جنيه. دول اللي عنده فيلا اكتر من 10 مليون جنيه يقدر يحتمل، صحيح هتوجعه ال 100,000 جنيه لكن هيقدر يحتمل، لكن انا ما اقدرش احمل 10 جنيه لواحد فقير الكل عنده ممكن يكون 5 جنيه. فاحنا قانون البناء والمخالفات البناء في دور الانعقاد الاول، لو كان طلع دور الانعقاد كنا دفعنا على الاقل نص مليون، يعني 500 مليون على الاقل. اسكندريه لوحدها على حد كلام اسكندريه السابق لو المخالفات اللي موجوده تستحق على الاقل 200 مليار ناخدها من الناس اللي مخالفين الابراج الكبيره. نعم. اللي اتبنت في غير الدوله. فاحنا عندنا حاجات نقدر ناخدها من طيب الناس. بتطالبون الحكومه بالتراجع عن قراراتها الاخيره، هل ده وارد ولا هي مجرد مطالبات او اثبات موقف انكم كنواب للشعب لستم راضون عن هذه القرارات؟ هل فعلا تستطيع الحكومة او هل يجوز التراجع عن مثل هذه القرارات، خصوصا انها قرارات تم تنفيذها بالفعل؟ هي قرارات مش قدسية، ولا في قرارات قابلة غير قابلة للنقد ولا غير قابلة للتراجع. القرارات يمكن التراجع عنها في اطار حوار نشوف ايه الحلول، ونقدر ما نحملش هذا الشعب اكتر مما يحتمل. احنا بنتكلم، زمان كنا بنتكلم على ناس تحت حد الفقر، الناس دلوقتي في طبقه بقت تحت حد الكفر، يعني مش كفر طبعا بالذات الالهيه استغفر الله العظيم، لكن الناس في البلد كفرانه. انا يعني الناس تعبانه قوي، الناس تعبانه قوي، ما اقدرش احملها اكتر من كده، ما اقدرش. يعني الحكومه لا تلتفت تماما المواطن بيعمل ايه،
عملت القرارات ديت وزي ما تيجي يعني ضربة حظ يعني. يا استاذ خالد مساء الفل تاني بعد اذنك. الحكومه بتقول ان هي الزيادات وبرنامج الاصلاح الاقتصادي من اول اصلاح هيكل الدعم المشوه والقضاء على وجود اكثر من سعر الدولار كان متضمن في البرنامج اللي قدمته لحضراتكم بيان الحكومه في اول في يناير او فبراير الماضي، وان انتوا ساعه ما ناقشتوه كان معروف ان هي هتاخد هذه الخطوات رغم ان هي ما كانتش موجوده طبعا بالتفاصيل لكن مضمونها كان موجود. دي جزء يعني عايز رد حضرتك. الجزء الثاني هي بتقول ايضا انه الاغنياء لو انا فرضت عليهم اكثر مما ينبغي انا محتاجاهم هم اللي يقدموا فرص العمل ويساعدوني في البرنامج النهوض المستقبلي وعمليه النمو، خصوصا ان القطاع الخاص بيمثل اكثر من 75%. رؤيه حضرتك ايه؟ انا اولا فكره لا بد ان نفرق ما بين الاغنياء وما بين القطاع الخاص، بمعنى ان انا اقدر ادي حوافز لرجال الاعمال وهيئ لهم تربه خصبه للاستثمار في شغلهم، لكن انا بتكلم دلوقتي على ممتلكاتهم وعلى ضرائب الثروه. ضرائب الثروه دي ملهاش علاقه بشغله هو، انا اسهل له المصنع بتاعه او الشركه بتاعته، اشوف ازاي يعني اجر حركه الانتاج عنده وايه المعوقات اللي عنده، وبالتالي هو هيكسب وهيشتغل لي ناس. لكن انا بتكلم على ضرائب الثروه يا استاذ عماد. تمام. ضرائب الثوره انا للطبقه التي اغتنت عبر 30 سنه فاتت سواء حلالا ام حراما مش هنناقش، انها تدفع حاجه زياده يا سيدي حتى عن مقدرتها الان، بدل محمل واحد او محمل طبقه مش لاقيه تاكل اصلا ضرائب او الاصلاح الاقتصادي. ثم اللي حضرتك بتقوله صحيح ان الاغلبيه في البرلمان وافقت على برنامج الحكومه، بس برنامج الحكومه لما تفحصناه احنا قدمنا نقد كامل لبرنامج الحكومه وقلنا هذا برنامج عام ما فيهوش يعني يشبه برامج ما قبل ثوره 25 يناير، وما فيهوش جديد وما فيهوش رؤيه وبلا ملامح وبلا اولويات وكلام عام جدا. فحتى الاغلبيه اللي وافقت احنا طبعا رفضناه، لكن حتى الاغلبيه اللي وافقت ما كانتش تتصور ان الامور هتصل انه يعوم الجنيه ويرفع سعر الكهرباء والميه ويرفع سعر البنزين. طب يعني هيولع في الناس ولا عايز يعمل ايه تاني؟ يعني انا مش فاهم بجد. طيب انا مش فاهم. طيب استاذ خالد هو قانونا ايه بقى عملت ايه البرامج الحمايه الاجتماعيه اللي انت عملتها؟ حضرتك بتقول لي على الدعم المشوه، منظومة الدعم المشوه. أنا بقول لحضرتك الحكومة بقالنا سنتين ثلاثة بنتحايل عليها تعمل قاعدة بيانات، قاعدة بيانات تحدد لي مين الفقير ومين اللي يستحق ومين ما يستحقش. يعني الجهد ده أستاذ خالد يعني بندعوك إنك حضرتك كنت ضيف عزيز كريم عندنا في الاستوديو، بندعوك للمجيء مرة ثانية وفتح هذا النقاش لأنه واضح إن إحنا محتاجين نتكلم فيه وفي نقاط اكثر بكثير محتاجين ان احنا نتكلم فيها باستفاضه. النائب البرلماني المخرج الاستاذ خالد يوسف، شكرا لمداخلتك الكريمه.